انتهت مباراة العراقي والأردن، وحكم اللقاء أغلق حسابه على انستغرام. الجمهور العراقي حمل الحكم الإيراني علي رضا خسارة منتخبهم بعد طرده اللاعب العراقي أيمن حسين، واعتبروا أن قراره كان ظالماً بعد تقليد حسين للاعبي الأردن في أكل المنسف. انتهت المباراة بخسارة المنتخب العراقي بهدفين مقابل 3 لصالح الأردن، والجمهور العراقي شن هجوماً على الحكم علي رضا بكل الطرق المتاحة دون الخوف من قراراته هذه المرة، لكن على انستغرام. وبين القذف والسب والمطالبة بإغلاق الحساب، قام الحكم وبعد ساعات بحذف كل الصور التي علق عليها العراقيون وأغلق حسابه.